ليس أعلى ولا أرقى ولا أجمل ولا أتقن من كتاب بعد القرآن الكريم من صحيح البخاري، حتى قالوا أصح الكتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى البخاري ومسلم. وأنا في الحقيقة أريد أن أعيد قدسية صحيح البخاري لقلوب الناس جميعا، ذاك أن البخاري قد جمع ما صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أنفق الإمام البخاري عمره كله في جمع هذا الكتاب، وما كتب حديثا واحدا في هذا الكتاب إلا بعد أن صلى لله ركعتين، هكذا جاء كل حديث كتبه في الصحيح بعد صلاة ركعتين، كأنه يستخير الله سبحانه وتعالى أيدون هذا الذي جمعه عن رسول الله أو لا. وتلقت الأمة كلها صحيح البخاري بالقبول. أيها الأحبة الأكارم، لا أريد أن أطيل في المقدمات إلا أني أرحب بحضراتكم جميعا، والرحلة ستمتد بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولحضراتكم وللمتابعين التوفيق والقبول، اللهم أمين. رحلتنا ممتدة مع صحيح البخاري، وسنواصل الدرس إن شاء الله على مواعيده قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان أيام عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الأحبة الأكارم، في شريف علم حضراتكم أننا وصلنا في قراءة صحيح البخاري إلى كتاب الوضوء، إلى كتاب الوضوء، وقرأنا أحاديث متعددة حول الوضوء. كان من أعجب ما قرأنا في اللقاء الماضي مباشرة قبيل العيد مباشرة هذه القضية الخطيرة التي كانت تتكلم عن الكلب، وإذا مس الكلب بدن الإنسان أو ثيابه، فهل هذا الثياب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، قضية كانت لها تفاصيل. لكن الآن أيها الأحباب، يفتتح معنا البخاري درسا جديدا، وكأنه يشعر بحالنا، لأننا في موسم جديد ونبتدئ دروسا جديدة، فيفتتح معنا درسا جديدا حول الوضوء، وهو في الحقيقة درس يحتاجه كل مسلم. ما توحد الله كده، أقول مرة تانية، هذا الدرس يحتاجه كل كل مسلم. أيها الأحبة الأكارم، إن صحة الصلاة متوقفة على صحة الإيه؟ على صحة الوضوء. فإذا لم يصح وضوء العبد تصح صلاته، فإذا لم تصح صلاته تصح عبادته، فإذا لم تصح صلاته ولا عبادته يصح دينه، فإن الصلاة عماد الدين كما جاء على لسان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الدرس الجديد اللي كل واحد فينا محتاجه؟ نعم، يتكلم البخاري في هذا الباب ومن هذه النقطة التي سنفتتح منها اللقاءات حول نواقض الوضوء. الله، حول ماذا؟ نواقض الوضوء، يعني الوضوء هذا الإنسان توضأ، هناك أمور إن حدثت من الإنسان بعد الوضوء ماذا يحدث للوضوء؟ ينتقض. ما معنى ينتقض؟ يعني ينهدم. ما معنى ينهدم؟ يعني يجوز أن يصلي به ولا لا يجوز أن يصلي به؟ لا يجوز أن يصلي به. لقد وضع الإمام البخاري في عنوان هذا الباب، يعني هذا الدرس لن نقرأ فيه ولا حديث واحد من أحاديث صحيح البخاري، إنما فقط سنتكلم عن عنوان الباب، ثم سيفصل لنا هذا العنوان بأحاديث متتابعة نقرأها حديثا حديثا بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجب العجب أيها الأحباب، أني رأيت أشياء من نواقض الوضوء تحدث لكثير من المسلمين في زماننا، ثم يقوم فيصلي بالوضوء الذي انتقض. فإذا صلى بالوضوء الذي انتقض تصح صلاته؟ هذه الصلاة لا تصح بغير طهور، كما قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. العجب أن البخاري تكلم في هذا الباب عن نواقض الوضوء المختلف حولها. استنى بس، أنت بتقول إيه؟ ما أنا بقول لك درس جديد، سبحان الله، وكأنه يشعر بحالنا. يا جماعة الخير، صلوا على الحبيب المصطفى. أنا هدخل لحضراتكم هذا المدخل وسنقرأ عنوان الباب، بس الدرس ده هنقرأ عنوان الباب، فإن استطعنا أن نفصل كل ما في عنوان الباب فصلنا، وإلا فنكمله في الدرس القادم. بس خلي بال حضرتك، الوضوء له نواقض متفق عليها ونواقض مختلف حولها. لا، أقول تاني، نواقض إيه؟ متفق حولها. يعني متفق حولها؟ يعني لن تجد أحدا يختلف مع أحد أن هذا الشيء إن حدث من المصلي وهو متوضئ فوضوءه باطل، أو انتقد خلاص لا يكون، لا يصلي به. وهناك خمسة أمور عجيبة والله. كم نقطة يا أخوانا؟ خمس حاجات ذكرها البخاري، كل نقطة منها ذكرها بدليلها.
كله في عنوان الباب بس. خمسة أمور ذكرها في عنوان الباب من نواقض الوضوء المختلف حولها. وأنا أريد أن أضع بين يديكم سريعا نواقض الوضوء المتفق عليها ونواقض الوضوء المختلف حولها، وسأقول لكم ما هو المختار. يعني إيه ما هو المختار؟ يعني إيه؟ يعني النواقض المختلف حولها دي لو حصلت لي أعيد الوضوء ولا ما عيدوش؟ ما هو أنا برضو في الآخر رجل عامي ومسلم وعايز أصلي بوضوء صحيح. أنت جاي تقول لي في حاجات لو حصلت ممكن وضوءك ينتقد وممكن وضوءك ما ينتقدش. أيوة أنا مالي، طيب أنا أعمل إيه؟ ما هو أنا برضو لازم تقول لي أعمل إيه، لأن الحاجات دي بتحصل معايا كتير جدا. هضرب لك مثال وارجع للدرس على طول. عارف أنت سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمر كان طلع في ايده مره زمان وهو من الصحابه الكرام في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم، طلع في ايده كده في دراعه ولا فوق شويه، طلع حاجه كده اللي احنا بنسميها النهارده خراج، عارفين انتوا البتاع دوت، وارم كده، فنبشه بصبعه كده، نبشه وكان متوضي، وبعد ما نبشه كده بصبعه نزل منه ايه؟ دم وقيح وصديد ملا الدنيا. ها، ثم قام فصلى ولم يتوضا. الله، هذا نقض الوضوء ولا لم ينقض الوضوء؟ هذا مجرد نقض. طب عبد الله بن عمر رجل من الصحابة الكرام بيقول لك قام صلى من غير ما ايه؟ من غير ما يعيد الوضوء، يبقى نقض الوضوء ولا لم ينقض الوضوء؟ الدم إذا سال من الإنسان ينقض وضوءه ولا لا ينقض وضوءه؟ هذا أمر ماذا يا سادة يا كرام؟ مختلف حوله. وحدوا الله. نتكلم في المتفق عليه ولا نتكلم في المختلف عليه؟ ها؟ انتوا داخلين على طمع، بيقول لي الاثنين وده بيقول لي ده وده، انتوا داخلين على طمع، لكن صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها، قول المتفق عليه اولا. حاضر. اما المتفق عليه فينقسم الى قسمين، انتوا مركزين طبعا صح، ينقسم الى ايه؟ قسمين، كما يقول السادة المالكية. ايه؟ احداث واسباب احداث. ايه الكلام العجيب ده يا عم اشرف؟ ما احنا قاعدين نتعلم ولا احنا قاعدين نعمل ايه؟ قول تاني. نواقض الوضوء ايه وايه؟ لا قولوا لازم نحفظها دي، احداث وايه؟ واسباب احداث. يا سلام. والامام البخاري في الباب ده يقول ايه؟ باب، اسمع كده العنوان عجيب، يقول باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر، وقال الله تعالى او جاء احد منكم من الايه؟ من الغائط. يبقى اذا عندنا تاني احداث وايه؟ واسباب احداث. ايه بقى الحكايه بتاعت احداث واسباب احداث؟ قال لك اما الاحداث فالغائط والبول والريح، هذه يسمونها الحدث الاصغر. قول تاني اسمها الحدث الايه؟ اللهم فقهنا في ديننا. وانا عايز اقول لكم هو ده الفقه، الفقه في الدين يبتدي من هنا، مش في الكلام الخلافي ومين قال ايه ومين عاد ايه، لا، الفقه في الدين يبتدي من هنا. قول معايا تاني، الاحداث واسباب ايه الاحداث وايه اسباب الاحداث؟ قال لك اما الاحداث فاحداث كبرى واحداث صغرى، اما الحدث الاصغر فالغائط. ايه الغائط ده يا مولانا؟ البراز والبول والريح والبول والريح، يبقى كم واحده دول؟ أربعة. اذا كان واحد متوضي دخل الحمام تباب ولا او تغوط، الوضوء راح فين؟ توكلنا على الله. قاعد ولا بيتكلم مع حد ولا وخرج منه ريح، الوضوء راح فين؟ ده اسمه حدث ولا اسباب حدث؟ ده اسمه حدث. يا سلام. الحدث ده مباشر، الحدث ده يا اخوانا يعني يصيب الوضوء في مقتل مباشرة، مش محتاجة كلام، ما حدش اختلف عليها خالص، بمجرد ان يحدث الحدث على طول لازم تعمل ايه؟ لازم تعيد الوضوء ان كنت على وضوء. ادي الاحداث صغيرة ولا كبيرة ديت؟ طب ايه الاحداث الكبيرة؟ قال لك الجماع او الجنابة، يسموها الجنابة، وكمان ايه؟ والحيض، وايه كمان؟ والنفاس. الجماع او الجنابة والحيض والنفاس. الحيض والنفاس للرجالة ولا للستات؟ يا جدع اتقي الله، للرجالة ولا للستات؟ طب اسمع كده، انت متجوز واحدة ولا اتنين؟ بتضحك ليه؟ قول لي متجوز واحدة ولا اتنين؟ طب اسمع كده، العلماء يقولوا ايه يا ريس؟ يقولوا زوج الواحدة يحيض وينفس، يبقى ده الحيض والنفاس طلع للرجاله كمان، ما طلعش للستات بس. ايوه، اقول تاني، زوج الواحده يحصل له يا ريس؟ ايوه يا عم، هقول لك ازاي. دلوقتي حضرتك مروح من البيت وطول النهار في الشارع ومحتاج زوجتك، فروحت لقيت الحكايه ايه؟ وانت متجوز واحده، يبقى انت حالك ايه دلوقتي؟ واقف خلاص، اتعطل خلاص. لكن لو متجوز واحده ثانيه يبقى مش هتحيض انت،
أيوة يعني أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أحرض على الزواج من الإيه؟ من الثانية. وهذا يا جماعة كلام بتاع مجالس بس، لكن الحقيقة الله الله يعين الجميع. لكن القضية أن المرأة إن حاضت هذا يحتاج وضوء ولا يحتاج الغسلة؟ هذا يحتاج الغسل. إذا لذلك يسمونه الحدث الإيه؟ الأكبر. فإن نفست يعني أنجبت ونزل الدم بعد الولادة أياما أو أسابيع فهذا يحتاج إلى ماذا أيضا؟ إلى الغسل. طيب الجنابة تحتاج إلى الغسل ولا إلى الوضوء؟ فما دامت تحتاج إلى الغسل فهي من باب أولى، تحتاج إلى الإيه؟ الوضوء. هذه كلها يسميها العلماء يا أخوانا أحداث. اسمها إيه؟ أحداث. دي واضحة عند الكل، ما فيش حد اختلف عليها. أمال إيه أسباب الأحداث؟ قال لك أسباب الأحداث النوم واللمس. إيه؟ النوم واللمس والإغماء. واحد قاعد صاحي فايق فجأة ربنا يعافي الناس كلها حصل له إيه؟ أغمي عليه لأي سبب، غيبوبة سكر، أي حاجة. بعد ما يفوق من الإغماء نعمل فيه إيه؟ لو كان متوضي يبقى وضوءه حصل له إيه؟ ليه طيب؟ هو لم يتبول ولم يتغوط ولم يحيض ولم ينفس ولم يصب بجنابة، أمال يتوضى ليه؟ قال لك الإغماء ده ما هوش حدث، أمال الإغماء ده إيه؟ سبب في الحدث. يعني إيه سبب في الحدث؟ إذ ربما خرج منه ريح أثناء الإغماء، مش عارفين، فلأنه سبب في الحدث يبقى ده ناقض للوضوء. بس ناقض للوضوء حدث ولا أسباب حدث؟ هذه أول واحدة. الثانية النوم، ودي طبعا أنا بشوفها في الجامع، بس في الجامع عندنا بشوفش حد بيعمل كده الحمد لله، بس بنشوفها في جوامع كتيرة جدا. عارف أنا لو لمحت واحد بيعمل الحركة دي وأنا بخطب الجمعة الله في سماء، يعني ما أسكتش أبدا، أنا ما بسكتش، لكن الحمد لله بتبقى عيني على الناس كلها. عم مجدي ساعات يتنح كده أروح أنا قايل صلي على النبي ويقوم يعمل كده على طول، عم مجدي يفوق على طول، ما يحصلوش أي حاجة، أنا ما أسمحش لحد يغفل كده. لكن بعض المساجد واحد يدخل الجمعة يوم الجمعة ويتكي على العمود كده ولا على حيطة وسهران ليلة الجمعة ولا حاجة ويروح يعمل إيه؟ يديها تعسيلة، يوم الخطيب يقول إيه؟ أقم الصلاة، يوم يعمل إيه؟ يوم يصلي. تعال يا بطل انت عملت ايه؟ نمت. النوم ناقض للوضوء، بس النوم ناقض للوضوء له ايه؟ له تفصيل. لكن النوم ناقض للوضوء حدث ولا سبب حدث؟ سبب، لانه وهو نائم هل يدري ماذا حدث معه؟ يدري ولا ما يدريش؟ انا كنت اصلي في مسجد من المساجد الكبرى، اي والله هذا حدث، مسجد من المساجد الايه؟ كبرى، يعني في ايه؟ في ايه؟ زحمة، جمع كبير جدا. وبعدين أخونا قاعد وراح واخد ركبه على رجليه كده والخطيب بيخطب، فراح عمل إيه هو؟ راح مديها تعسيلة، فسمعت منه أعزكم الله خروج الريح. أنا سمعته بأذني، فقلت له يا أخي يا أخي يعني جدد وضوءك ثم تعال للصلاة. قال ليه؟ جدد وضوءي ليه؟ قلت له عشان أنت نمت. قال لي لا أنا ما نمتش. يا عم أنت نمت. لا أنا ما نمتش. قلت له طيب أنا سمعته بأذني. قال ده منك مش مني. انت واخد بال حضرتك يا اخوانا؟ النوم سبب من اسباب نقض الايه؟ الوضوء. فالانسان يكون ورعا في الدين، فاذا غفل عينه كده شويه يروح يعمل ايه؟ يعيد الوضوء. بس العلماء بيقولوا النوم ده اربع اقسام. النوم ده كم قسم؟ طويل، ثقيل، عد معايا، طويل، ثقيل، يعني نام له نص ساعه وسحب. سحب يعني ايه؟ لا سحب ده يعني تشخيره ولا حاجه، ده اسمه نوم ايه دوت؟ ده بإجماع العلماء لازم يعمل ايه؟ لازم يعيد الوضوء. طيب نوم قصير ثقيل، اقول تاني واحد ها؟ حتى لو قاعد، ايوه ما دام طويل ثقيل حتى لو قاعد ممكنا مقعدته من الارض كما قالت الشافعيه، لا ما دام طويل ثقيل لازم يعمل ايه؟ لازم يروح يتوضا. طيب قصير ثقيل برضو اجمع العلماء على انه لازم يعمل ايه؟ لازم يعيد الوضوء. طيب طويل خفيف ده رقم كم دوت؟ يبقى طويل ايه يا اخوانا؟ ثقيل، وبعدين قصير ثقيل، دول الاثنين ايه؟ باجماع لازم يتوضى لان ده سبب في الحدث. طيب طويل بس ايه؟ خفيف يعني ايه؟ يعني مش في وعيه، بس لو انت كلمت جنبه يقول لك انت يعني ها يعني مش رايح قوي في النوم، بس النومه كانت ايه؟ طويله، ده لازم يعمل ايه؟ يبقى يعيد الوضوء. فاضل لنا كم قسم؟ الرابع، ما هم دول ثلاثة، فاضل لنا كم؟ قال قصير خفيف،
قصير ايه؟ زي ما عم مجدي سعد بيعمل ولا عم مصطفى. ايوه لا انا معاك يا عم احمد والله معاك، انا تفكرني نمت ولا ايه؟ القصير الخفيف اسمع كده يستحب منه الوضوء، يستحب يعني الافضل ان انت تعمل ايه؟ تعيد الوضوء. طيب ما مقياس النوم الثقيل؟ يعني ازاي اقولنا او اقول على النوم ده نوم ثقيل؟ العلماء لما سألوا المالكية قالوا لهم قولوا لنا يعني ايه نوم ثقيل؟ قالوا اذا جلس الرجل في المسجد فنام يعد نومه ثقيلا اذا انحلت حبوته او سقطت سبحته. يا حبيبي شوف ايه ده يعني، اذا انحلت ايه؟ حبوته او سقطت سبحته، يبقى النوم ده كان ايه؟ تقيل، بمجرد المسبحه اللي في ايده وقعت على الارض بدا ايه؟ نوم تقيل. طب يعني ايه انحلت حبوته؟ حضراتكم شايفين عم الحاج شوف قاعد ازاي؟ اهو قاعد، شوف القعده دي اسمها الحبوه، هكذا كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقعد القعده الحلوه دي بتاعت عم الحاج ده، يضم ركبه لرجليه كده، دي اسمها حبوه. فلو تنح كده شويه ونام والحبوه دي عملت ايه؟ فكت، يبقى النوم ده ايه؟ ثقيل. طب انا بقعد على الكرسي، عم مجدي وعم مصطفى بيقعدوا على الكرسي، لا عارفين ولا في ايدهم سبحه ولا حاجه، وبعدين ولا انا عارف اقيس النوم الثقيل. لا، اذا غبت عن الوعي او سقطت لقدام كده يبقى النوم ده كان ايه؟ اذا النوم ده كان ثقيل. يبقى ده النوم والاغماء حدث ولا سبب في الحدث؟ وده مجمع عليه ولا ده مختلف حوله؟ كل ده مجمع عليه، كل اللي انا بحكيه النهارده مجمع عليه. فاضل لنا واحده كمان من اسباب الاحداث. ايه اسباب الاحداث تاني؟ اللمس. ايه اللمس ده يا عم الشيخ؟ اللمس إيه؟ لا مش الجماع، الجماع يعمل ايه؟ يقطم الرقبه على طول، تروح لازم تغتسل. لا كمان ده في كلام، لا الجماع حدث اكبر، لكن ايه اللمس ده؟ ايوه ها ايوه اختلف الفقهاء. لمس ايه؟ لا لا يا بطل، لمس الاجنبيه، مس الايش؟ الاجنبيه. ايه الاجنبيه دي يا عم الشيخ؟ عم تتكلم انجليزي؟ لا مش الاجنبيه اللي بتتكلم انجليزي، يعني لا هي بنتك ولا هي زوجتك ولا هي والدتك، امال دي تطلع ايه؟ اجنبيه. انا راكب الباص الاتوبيس ورايح اصلي الجمعه في الازهر، وانا راكب الاتوبيس زحمه، ايدي جت على ايه؟ على ايدين واحده، اتوضى تاني ولا ما اتوضاش؟ يا راجل شوف مفتين على طول. اللمس على أربعة أنواع، خد بال حضرتك من الكلام الخطير ده. وأحيانا يقول لك طيب أنا جيت من السفر وجت بنت عمي، والله مش تقالك يا دكتور الحمد لله على السلامة، راحت مسلمة علي، أتوضى ولا ما أتوضاش ولا أغسل إيدي سبع مرات؟ يا أولاد الذين، لو كان الأمر بهذه الصورة لما قال العلماء اللمس على أربعة أصناف. لا يا مولانا، الدين أيسر من هذا بكثير. وما قال له إيه؟ كم نوع؟ أربع أقسام. أقول ولا تعبتوا؟ خلاص إحنا خلصنا، هنقول المتفق عليه والمرة الجاية نقول المختلف عليه، خلاص ما دام تعبتوا. إحنا وصلنا لغاية فين؟ طب نراجع مع بعض. نواقض الوضوء المتفق عليها كم قسم؟ إيه وإيه؟ أحداث وأسباب أحداث. الأحداث حدث أكبر وحدث الذي يوجب الوضوء، الحدث الإيه؟ الأصغر. والحدث الأكبر يوجب ماذا؟ الغسل. والبخاري هيعمل لنا كتاب كامل في الغسل وهيدلعنا آخر دلع رضي الله عنه رحمه الله. طيب أسباب الأحداث، إيه أسباب الأحداث؟ النوم وإيه كمان؟ والإغماء. وقلنا النوم ده كم نوع؟ أربعة أنواع. في النهاية بعد ما الإنسان ينام يروح يعمل إيه أفضل؟ لو كان قصيرا إيه؟ خفيفا. صلوا على النبي. أسباب الأحداث كمان حاجة اسمها اللمس أو المس كما ذكرنا، وهو مس الإيه؟ الأجنبي. العلماء يا مولانا يقولوا ده برضو على أربع أقسام، ركز قوي. القسم الأولاني إذا قصد اللذة ووجدها وجب عليه الوضوء، ده ضميره مش حلو، ده نيته مش طبيعية، ولما سلم ولا لمس حصل لإيه؟ تلذذ بها وهي أجنبية. طب لم يحدث ولا انتشار ولا استقامة العضو ولا أي حاجة، ده لمسة وجرينة، لا يا بطل ده يطلع إيه ده؟ انقض الوضوء خلاص. إذا قصد اللذة وإيه؟ ووجدها وجب عليه الوضوء، أدي أول واحدة. اتنين، إذا قصد اللذة ولم يجدها، قصد اللذة ولم إيه؟ ولم يجدها، ضميره مش نظيف مش حلو، وسلم ولا لمس على من غير ما يقصد وحصل ايه؟ لم يتلذذ، بس هو كان قاصد الايه؟ وجب عليه الوضوء.
يبقى القسمين دول ايه؟ وجب عليه الوضوء. انتوا معايا ولا تعبتوا؟ طيب، لم يقصد اللذة، نيته كانت نظيفة وضميره حي، ولكنه وجدها، ده يعمل ايه يا مولانا؟ وجب عليه الوضوء. كم قسم دول يا اخوانا؟ قصد اللذة ووجبها، ايه؟ وجب عليه الوضوء. لم يقصد اللذة ووجدها، وجب عليه الوضوء. قصد اللذة ولم يجدها، يجب عليه الوضوء. كم واحدة دول؟ أربعة. لم يقصد اللذة ولم يجدها، ده راجل محترم، لم يقصد اللذة ولم ايه؟ ولم يجدها، يستحب منه الوضوء. شفت الحلاوة؟ يعني ايه يستحب منه الوضوء؟ يعني الأفضل يروح يعمل ايه؟ طب أنا كانت نيتي سليمة والله ما حسيتش بحاجة، دي حاجة عابرة كده وخلاص. فإذا يستحب منه الوضوء. ومش عايز أدخلكم في آراء الفقهاء خلافا للأحناف، الأحناف يقولوا لا، ما دام لم يقصد اللذة ولم يجدها وضوء ايه؟ وضوء صحيح وكل حاجة. أنا كان عندي شيخ في الأزهر الله يرحمه توفي، وكنت بروح أصلي معاه الجمعة وأنا طالب في الأزهر هناك، وأنا راكب الأتوبيس ورايح، كان الأتوبيس كان رقمه 190 يطلع من امبابة لغاية الأزهر، كان أيام أتوبيسات النقل العام، دلوقتي بقى في ميكروباصات وأوبر وكريم وكل حاجة، حاجة حلوة يعني. المهم وأنا راكب الأتوبيس إيدي جت على إيد بنت واقفة، والله أنا ما كنت أقصد شيء وما شعرت بشيء، لكن دخلت لقيت الإقامة، لقيت الإيه؟ إقامة الجمعة، أروح أتوضى وأرجع الصلاة هتعمل إيه؟ هتفوتني. رحت عملت إيه؟ دخلت في الصلاة وصليت. الله، طب ما الفقهاء بيقولوا يستحب منه الإيه؟ الوضوء، لكن الأحناف يقولون لا عليه شيء ما دام لم يقصد ولم إيه؟ ولم يجد. إذن في الزنقة أخذ برأي مين؟ أخذ برأي أبو حنيفة، والدنيا تبقى حلوة وتمام وزي الفل، العلم بيريح وبيطمن الدنيا كلها. ما تصلوا على الحبيب. نقول تاني، كل ما قلناه حتى الآن نواقض الوضوء، المتفق عليها ولا المختلف عليها؟ طيب تيجوا نقول المختلف عليها عناوين بس ونفصلها براحتنا بعد كده. نقرأ بقى البخاري كل اللي أنا قلته ده، ولسه هنقرأ عنوان الباب، لا مش هنقرأ ولا حديث النهاردة، يعني بالسند المتصل. قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل ومن الدبر. يعني إيه من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين؟ يعني الحاجات اللي هقولها دي كلها لم تخرج من قبل الرجل ولا من المرأة ولا من دبر الرجل ولا من المرأة، إذن الوضوء منها يجوز ولا لا؟ يعني إذن الوضوء منها ولا لا يوجد من وضوء منها؟ لا يوجد وضوء منها. وكأن هذا رأي الإمام البخاري، الحاجات الخمسة اللي هقولها دي كلها لو حصلت لك ما تتوضاش. ده رأي مين؟ ده رأي البخاري. بس في فقهاء بيقولوا لا، خلي بالك الحاجات دي في حاجات لازم تتوضى منها، بس البخاري ما دام عمل كده وقال الكلمتين دول يبقى رأيه ان الحاجات اللي هنقولها دي كلها ايه؟ لا تنقض الوضوء. وراح مستدل بقول الله تعالى: او جاء احد منكم من الايه؟ من الغائط. صحيح؟ طيب، وقال عطاء. مين عطاء دوت؟ هنتكلم براحتنا بقى. مين عطاء ده؟ واحد من التابعين، حكيت لكم حكايته قديما في دروس صحيح البخاري، اسمه عطاء ابن ابي رباح، فقيه من فقهاء التابعين، تلميذ من تلامذة عبد الله بن عباس، وله قصة ماتعة انا حكيتها قبل ذلك قديما ولن نكررها، لكن هو من الايه؟ من التابعين، وكان فقيها عالما لا يفتي في مناسك الحج الا عطاء ابن ابي رباح. يعني ده حاجة تقيلة ولا حاجة اي كلام؟ حاجة ضخمة جدا رضي الله عنه. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة. ينهر ابيض، ده العلماء ما سابوش حاجة. من يخرج من قبله يا جماعة؟ الدود. الله، وهل الدود يخرج من الدبر؟ نعم، المرضى عافى الله المسلمين جميعا. ودلوقتي تروح تعمل تحاليل لواد سلفوت كده كده جلد على العظم، يقوم الدكاترة بعد التحاليل يقولوا عنده ايه؟ عنده ديدان. خلينا نتكلم عربي، احنا عارفين انت بتقوله ده ايه؟ عنده يا اخوانا ديدان. الديدان دي احيانا تخرج من قبل المريض، من دبره اقصد. طيب ده انتقد الوضوء ولا ما انتقدش؟ ده لا بول ولا غائط ولا ريح، امال ده ايه؟ دود خرج من ودون ان يشعر. انتقد الوضوء ولا ما انتقدش؟ قال عطاء، اهو عطاء مين ده يا اخوانا؟ عطاء ابن ابي رباح: في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو الايه؟ الامله. عارفين الامله طبعا، بيحدث ده ولا ما بيحدث؟ اهو الفقه في الدين من هنا، الغفله بتودي الناس بعيد قوي. قال: يعيد الوضوء. الله، يبقى عطاء ابن ابي رباح يرى ان من خرج من دبره الدود او من قبله مثل القمله يعمل ايه؟ يعيد الوضوء. يعني الحاجات دي ايه؟ ناقضه للوضوء. طب اديني واحده كمان. قال: صل على سيدك المصطفى. وقال:
جابر بن عبد الله. مين جابر بن عبد الله؟ من الصحابي المعروف جابر بن عبد الله. ماله؟ قال إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذا عمل إيه؟ ضحك في الصلاة. ولكن هذه ليست متفقا عليها. المالكية يقول لمن ضحك أو قهقها وهو يصلي وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ليه؟ هو الضحك ده ريح؟ لا. طب هو القهقه عارفين يعني ايه قهقها؟ ضحك يعني ضحك. طيب هو ده غائط يعني؟ طب ده بول. طب ده ايه بالضبط؟ قال لك لا يا مولانا، انما يحكم الشرع بنقض وضوئه عقوبه له انه ضحك بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لكن هذا متفق عليه ولا مختلف فيه؟ ده مختلف فيه، سبحان الله. ده بس البخاري بيقول قال جابر بن عبد الله يعني الصحابي الجليل إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. يعني ده ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. بس ده رأي مين؟ ده رأي البخاري. لا، في غيره بيقول لا، لو ضحك يعمل إيه؟ يعيد الصلاة يعني يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. طيب دي كده كم واحدة؟ اتنين. خد الرابع التالتة. قال وقال الحسن، ودي غريبة جدا جدا، حضرتك متوضي بصيت في ضوافرك كده لقيت ضوافرك طويلة، ولا وانت جاي من الجامع لقيت الحلاق فاضي، فدخلت قصصت شعرك أو قلمت أظافرك، تعيد الوضوء ولا لا تعيد؟ ليه سكتوا؟ خايفين ليه؟ لا تعيد الوضوء. انت تبع مين بقى؟ إذا كنت أنا بقول لحضرتك مختلف علي الحاجات دي مختلف عليها. والأروع يعني ايه؟ الاورع يعني ايه الاورع؟ يعني من باب الورع والاحتياط للدين، ان انت تعمل ايه؟ لو قصيت ضوافرك تتوضا، لانها مختلف عليها. وطبعا اللي قص ضوافره وما يتوضاش ما اقدرش اقول وضوءك باطل، لان المساله فيها ايه؟ فيها خلاف. صليتوا على سيدنا النبي. يقول تاني وقال الحسن، بس مين الحسن ده يا استاذ امام؟ الحسن البصري رضي الله عنه. وقال الحسن اذا اخذ من شعره وأذفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يعني واحد اتوضى وغسل رجليه ولبس الخف وجه الجامع، دخل واستريح ما بين المغرب والعشاء، راح خالع الخف، يقول له لازم تروح تتعيد الوضوء؟ سيدنا الحسن قال إيه؟ لا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة سأحكي لكم تفاصيلها بس المرة اللي جاية عشان ما طولش عليكم أكتر من كده. قال ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. غزوة إيه؟ إيه غزوة ذات الرقاع ديت؟ سأحكي لكم تفاصيلها. كان على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى رجل بسهم، أو قال فرمي رجل بسهم من الصحابة، اسمع، فنزفه الدم وهو يصلي، فركع وسجد ومضى في صلاته. ليه البخاري بيحكي الحكايه ديت؟ بيقول لك واحد بيصلي يعني متوضي ولا مش متوضي، ونزف منه الدم يعني اصيب والدم سال. ها، نزول الدم من المتوضئ يبطل الوضوء ولا لا يبطله؟ يبطله. الله، ده سيدنا البخاري بيقول لك جابر بن عبد الله بيحكي ان الصحابي كان بيصلي والسهم جه في جنبه والدم سال على الارض وكمل صلاته. كمل صلاته يعني كان يعرف ان الوضوء باطل ولا غير باطل؟ غير باطل. اهو مختلف حولها. وسئل احد الائمه في السلف الصالح لو رعفت وانت تصلي، رعفت يعني ايه؟ ده بمناسبه ذكر الدم يعني، فلو رعفت وأنت تصلي أو وأنت متوضئ يبطل الوضوء ولا لا يبطل؟ فقال رضي الله عنه لو سال مني الدم نهرا ما أعدت وضوئي. لو سال مني الدم إيه؟ نهرا ما أعدت وضوء. بس أنا عارف إن اللي بيرعف ده لازم يعيد الإيه؟ يعيد الوضوء. لا مش لازم. دي يا أخوانا من الأشياء اللي إيه؟ مختلف حولها. طب وانا جاي في الشارع ونزل الدم ورعفت ومسحت بسرعه ولقيت الصلاه مقامه، اتوضى وافوت الصلاه ولا اصلي بنفس الوضوء؟ اصلي بنفس الوضوء. طب لو دخلت الجامع وانا كنت رعفت في الطريق ونزل مني الدم ولسه الاقامه قدام 10 دقائق، اتوضى والحق الفريضه ولا اقعد على الوضوء القديم؟ اتوضى والحق الفريضه. اهو ده فائده الخلاف. فائده ايه؟ فائدة الخلاف. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال ويذكر عهكينا وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الجرح يا أخواننا بينزل إيه؟ بينزل دم، صح ولا لا؟
طب كيف يصلون في جراحاتهم؟ هل هذا معناه أنهم كانوا يرون الوضوء انتقد ولا لم ينتقد؟ لم ينتقد ما دام يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ولم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. أهو واضح جدا ليس في الدم إيه؟ ولكن بإجماع ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف. الله ينور عليكم. طيب قال وعصر ابن عمر، أدي اللي أنا حكيتها لكم في أول الدرس، عمل إيه؟ وعصر ابن عمر بثرة، بثرة دي أنا شرحتها لكم اسمها إيه يعني؟ خراج يعني، بثرة فخرج منه الدم ولم يتوضأ. إذن الدم منه الوضوء ولا مش منه الوضوء؟ فيها خلاف، ولكن البخاري هنا جايب الكلام ده كله يقول لو نزل منك الدم وانت متوضي ما تتوضاش تاني، صحيح؟ لا ده رأيه. قال وبزق، بزق يعني تدركون ما معنى ايه يعني بزق؟ اخرج الريق من فمه. وبزق ابن ابي اوفى دما، اعزكم الله اقولها باللغة العادية يعني دم، بزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. مضى في صلاته ده معنى أن وضوء انتقد ولا لم ينتقد؟ لم ينتقد، مضى كمل صلاته، كملها، يبقى عارف أن الصلاة لم تنتقد. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم، ودي آخر نقطة في العنوان، كل اللي أنا قريته ده عنوان الباب. إيه بقى الحجامة؟ تعرفوا طبعا الحجامة صحيح؟ والحجامة أيها السادة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي لم يحتجم ليعد رأيه وليعد تفكيره، فإن الحجامة أمر جيد، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منها يعني شفاء من أدوية، من أدواء كثيرة جدا، بس المهم اللي يعمل الحجامة واحد إيه؟ واحد بيفهم، مش أي طرشجي، لا ما ينفعش طرشجي، لازم واحد يكون إيه؟ عنده خبرة بالموضوع ده ويعمل الحجامة. الحجامة طيب واحد متوضي ودخل لقى واحد بيعمل وراح قال له اعمل لي الحجامة أنا بصدع وبيجيني صداع من قدامه مش عارف رجلي وركبي والحكاية، فراح عمل له الحجامة. الحجامة دي بتطلع إيه يا ريس؟ دم، وهو كان إيه؟ متوضي. يصلي ولا يعيد الوضوء؟ ها؟ فالحجامة أيضا من الإيه؟ من المختلف يعني. قال ابن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر، والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. ليس عليه إلا إيه؟ غسل محاجمه. يعني إيه غسل محاجمه؟ الأماكن اللي كانت فيها الكاسات بتاعة الدم يعمل إيه في الحتة ديت؟ يغسلها ويروح يعمل إيه؟ يصلي على طول، ما يعيدش الإيه؟ ما يعيدش الوضوء. كل هذه الأشياء متفق على نقضها للوضوء أم مختلف على نقضها للوضوء؟ كل هذه الأشياء مختلف على نقضها في الوضوء، والاختلاف رحمة. والاختلاف يا أخوانا رحمة، بس في نقطة مهمة جدا هقول أولها كده وبعدين نفصلها المرة الجاية. إيه؟ طب هو اللي بيسيل منه الدم ده ألا يصيب ثوبه؟ صح ولا لا؟ طب لو أصاب الدم ثوب الإنسان هل يجوز أن يصلي في هذا الثوب؟ الإجابة بإجماع لا، بإجماع لا، إلا قدرا من الدم معفو عنه. إيه القدر المعفو عنه؟ بما يساوي درهم، يعني رقعة تساوي الجنيه الحديد المسخوط بتاع اليومين دول قد كده، ده المعفو عنه. لو سال الدم على الثوب وغرقت جلبية دم يصلي بها ولا يغيرها؟ لا يجوز أن يصلي فيها. ما قصة هذا الصحابي الذي صلى والدماء تسير من جسمه؟ ومن هو هذا الصحابي؟ وكيف أفعل في الحجامة؟ وما معنى الحجامة؟ وما سنة الحجامة؟ وما أصلها؟ ومن أول من فعلها؟ وهل تشجع الناس على الحجامة؟ أصلها مرت علينا في البخاري وأنا مش هسيبها، وسآتيكم بالنصوص التي يعني تكلمت في الدين والشرع عن الإيه؟ عن الحجامة، ولكن في الدرس اللي جاي بقى إن شاء الله، لأننا اليوم ذكرنا المجمع عليه ممن نواقض الوضوء، وذكرنا إيه؟ المختلف حوله من نواقض. قرأنا حديثا واحدا؟ لا، كل الذي قاله البخاري هذا في عنوان الإيه؟ في عنوان الباب، ولكنه نص في أول الكلام فقال من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والإيه؟ والدبر. طب الدم اللي نزل من جنب الإنسان ده من القبل والدبر؟ لا، إذن أي حاجة تانية لم تخرج من القبل ومن الدبر فهذا لا يسميه البخاري ناقضا للإيه؟ ناقضا للوضوء. طب بس في نقطة برضو لازم نقولها، إنسان أعزكم الله وحافظ الله على صحتنا وصحتكم لا يتمكن من بوله، لا يتمكن
من بوله، ده اسمه ايه؟ سلس البول. صاحب سلس البول ماذا يفعل؟ يتوضأ قبيل الصلاة مباشرة، قبيل الصلاة ايه؟ مباشرة، ثم يدخل في الصلاة، فإن نزل منه البول أثناء الصلاة فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح. طيب كيف والبول قد نزل وأنتم تقولون أجمع الفقهاء على أن البول ناقض للإيه؟ للوضوء. أيوة، هقول لكم عبارة علمية ونختم المجلس. عبارة علمية حلوة أوي تعلمناها في الأزهر زمان، يقولوا كده: الذي ينقض الوضوء، اسمع عم مصطفى، الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الله، انت عارف انا حافظ العبارة دي من كم سنة؟ من اكتر من 30 سنة. قلت الذي ينقض الوضوء يا اخوانا، ها، الخارج المعتاد. ايه الخارج المعتاد؟ طبيعي، من المخرج المعتاد. طب اللي عامل أسطرة واغلقوا عليه المستقيم والغائط يخرج في كيس شايله في جنبه كده، ده خارج معتاد، بس من المخرج المعتاد ولا من مخرج غير معتاد؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده ما ينقضش الوضوء، لانه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. وراح قال لك ايه؟ طب ما هو البول اللي حصل للمسلم هو بيصلي لم يتمكن فيه خارج